هموم المصريين، هموم يشاهدونها على شاشات الفضائيات، هموم يقرؤون عنها في الصحف، ولكن عن ماذا يتحدثون في المقهى؟ بعد قليل انتظرونا. أسرع. مش مشكلة، أنا فاهم. أستاذ محمد أمان؟ أمان يا جماعة؟ عايز أسمع. أسمعك أسمعك. أستاذ باي. خمسة، أربعة. أهلا بكم مشاهدينا من على المقهى مرة أخرى. كل عام وكل أم بخير. في هذه الفقرة سنتحدث مع رواد المقهى عن همومهم اللي بيشوفوها في الجرائد وفي التلفزيون وبيكلموا عنها في المقهى. الهموم كتير ولا أنا بتهيألي؟ مساء الخير. مساء النور. عاملين إيه؟ الحمد لله تمام. عرفوني بنفسكم. أسامة ربيع. أهلا بيك. باسم أحمد. أهلا بيك. أنا محمد عباس. أهلا بيكم. بتتابعوا إيه اليوم دي؟ والله بنتابع الحاله الاقتصاديه، حال الشباب وحال الناس عاملين ايه. بتشتغل ولا بتدرس؟ انا بدرس وبشتغل. بتدرس ايه وبتشتغل ايه؟ انا بدرس في كليه هندسه مدني وبشتغل مصور شبكي. بتشتغل مصور شبكي نتوركر. اوكي. وايه اللي بتتابعه في الاقتصاد؟ والله انا بتابع الحاجات اللي هي تقدر ترفع الاقتصاد المصري في الفتره اللي احنا فيها دي وفي الفتره اللي جايه وفي الخمس سنين اللي هم جايين. ما تقول لنا اللي هو يقدر يرفع الاقتصاد في مصر دول. انا ارفع الاقتصاد المصري اللي جنبي، الشباب اللي جنبي حضرتك ممكن تقدر ترفع الاقتصاد المصري. انا بتكلم ان احنا كلنا نشتغل، بس مش مجرد ان انا اتكلم وخلاص. طب ما هو الناس اللي بتتكلم وخلاص مش لاقيه شغل اصلا، البلد ما فيهاش شغل. الناس بتتكلم وخلاص تبطل شغل. طب انا هنعمل لهم ايه؟ هو المفروض اللي احنا كل اللي احنا هنعمله ان انا هنوفهم الناس دي هم المفروض يعملوا ايه؟ عن طريق واحد اثنين ثلاثه اربعه وهكذا لحد ما نقدر ننمي بالناس دي. يعني انت مثلا محظوظ، انت لسه بتدرس لكن بتشتغل، ما شاء الله، مش عايز احسدك، لكن في غيرك اتخرج واتخرج من هندسه ومن كليات قمه ومن كليات حتى عاديه. تمام. ومن سنين وما بيشتغلش او بيشتغل في حاجه يعني ما تناسبش مؤهلاته. تمام. يعمل ايه ده بقى؟ والله اقول لك على حاجه، هو دلوقتي كل الناس عارفه هي المفروض تعمل ايه. عايز اقول لك على حاجه، هو اكتر محرك اقتصادي اصلا في الدوله هي ايه؟ هم الشباب، صح؟ طب لو هو الشباب ده عارف ان هو اكتر محرك اقتصادي في الدنيا دي او في بلده، ده مش هيحصل ان هو المفروض يتحرك اصلا من مكانه؟ يعني انت شايف ان المشكله في الشباب مش المشكله في التحرك؟ البلد ايه؟ حيطان وارض ومباني، مالها البلد لو سبناها واحنا قعدنا ده هتفضل زي ما هي، ما يحصلش هيصلحها. لا، هي الناس مش عايزه تسيب، الناس عايزه تشتغل، بس هي الناس برضه محبطه. تمام. اكيد ان شاء الله في طرق ثانيه وهتوصل للعالم كله وهنوصل فكرتنا ان شاء الله. طيب يعني شاركونا الكلام، ايه رايكم في الكلام ده؟ والله انا مع كلامه، يعني انا مع كلامه جدا. انا اللي شايفه ان الناس ما بتحاولش تدور، او ان هم مسلمين لفكره ان ما فيش شغل او ما فيش مثلا حاجه تدور، مع ان اللي بيدور بيلاقي، في ناس كتير بتدور وبتلاقي. بس هي دي النقطة، ان بس برضه مش علي صوتك شوية عشان مش سامعاك. هي يعني النقطة ان اللي هيدور هيلاقي، هما محدش عايز يدور، او في ناس بتدور بس ربنا مش موفقها. وبرضه في حاجة تانية برضه، هو الشباب عليها كل العامل، العامل برضه عن مديش الشباب فرصتها، دايما بيهبطوا من معنوياتهم، دايما بيحسوه ان هما اقل، مش عارفوا يعملوا حاجة، دايما بيضطهدوهم، مع ان ده غلط جدا. يعني اديهم فرصتهم على الاقل يثبتوا ان هم ممكن يعملوا حاجه. في ناس كتير قدرت تعمل حاجات في الفتره اللي فاتت، في الثلاث او الاربع سنين اللي فاتوا دول، في ناس كتير جدا رفعت اقتصاد البلد، في ناس كتير جدا من الشباب بتعمل حاجات ما حدش كان يتوقع ان الشباب ممكن يعملها. زي ايه كده؟ والله في حاجات كتير، يعني مثلا في كذا حاجه، ابسطها حاجه مثلا زي اللي احنا اللي انا واسامه مثلا مع بعض فيها دي، حاجه برضو انا شايف ان هي ممكن ترفع اقتصاد البلد، وحاجات تانيه كتير.
انا اللي انا شايفه ان هم بس يدوهم فرصه ان هم يبطلوا ان هم يلوموا عليهم او يقولوا لهم انتوا بتعملوا وانتوا غلط. هم يدوهم فرصه بس ان هم يعملوا كل حاجه. كل واحد عنده حاجه يقدر يقدمها, عنده حاجه يقدر يعملها بجد, بس هو مش لاقيين الفرصه. بتتابعوا سياسه انتوا اليوم؟ بتتابع اي حاجه ولا اللي بتابع؟ اكيد يعني بتابع اي حاجه. يعني بتتابع ايه؟ يعني بتابع زي الحاله الاقتصاديه برده عشان في نفس مجال الشغل ده, والحاله السياسيه يعني كل البلد متابعاها دلوقتي. انتوا عارفين ان بكره في مظاهره؟ اه طبعا. طب ايه رايكم فيها؟ من رايي انا مش شايف لها لازمه بصراحه. مش شايف لها لازمه ليه؟ عشان البلد والله مش مستحمله اللي بيحصل ده. بس مش عشان حاجه تانيه؟ لا نقط معينه بالظبط يعني ما قريتش عنها كتير عشان اتكلم بصراحه. تمام, وانتوا رايكم ايه؟ والله هو اللي انا شايفه ان الناس من حقها تعمل مظاهرات, بس مش من حق ما ينفعش ان هي تتضرب. بس ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ان هي تتضرب. انها تتضرب تعمل مظاهره بس ما تتضربش. بالظبط يعني. كل واحد ليه حق ان هو يطلع في مظاهره, ليه حق ان هو يتظاهر. طب هو مش بيكسر مش بيخرب. واللي انا شايفه ان هم بيطلعوا الاول سنين لا بيكسروا ولا بيخربوا, بس الناس هي اللي هم اللي بيهاجموهم, هم اللي دايما بيبقوا لا انتوا ما تتظاهروش ما تعملوش, عايزين يخلصوا الموضوع مع ان هم. طب انتوا شباب, انتوا اخر مظاهره اشتركتوا فيها كانت امتى؟ انت اخر مظاهره نزلت فيها كانت امتى؟ اصحابي من ايام الثوره ذات نفسها في 18 يوم من بتاع الثوره. بعدها خلاص. اه بعدها خلاص. ليه حضرتك في حاجه؟ كان ساعتها كل الناس فعلا عندها هدف واحد, وهو فعلا عايزين نعمل ده, وعايزين نتنحي, عايزين الحريه, وعايزين حق الشهداء. هو كان هدف واحد. دلوقتي بقى كل الموضوع شخصي. انا عاوز ده يحصل, فئه تتجمع في حاجه عايز تعمل ده, وفئه ثانيه عايز تتجمع في منطقه ثانيه عاوز تعمل ده, فئه ثالثه عايز تتجمع في منطقه تعمل ده. فين؟ فين الوحده؟ فين فين الجو اللي هو كان بتاع ايام الثوره اللي بجد؟ اللي هو كان كل الناس فعلا فيجن واحده وراي واحد, هو ده اللي احنا هنعمله وخلاص. طب ما هي اهداف الثوره دي اللي حضرتك بتتكلم عنها لسه ما اتحققتش, والناس بتنزل المظاهرات علشان تتحقق. تمام, انا عايز اقول حاجه على حاجه. هو دلوقتي هل اهداف الثوره دي مش هي دي حصلت اسبريت نشرت ده بقى عاوز حاجه معينه, وده بقى عايز حاجه معينه, وده بقى عايز حاجه معينه؟ مش ده اللي انا قصدي فيه. طبعا دي حريه كل واحد ان هو يعمل اللي هو عايزه, بس انا عايز اقول لك على ايام الثوره اصلا ان هم 15 يوم اللي هم من بعد لا قبل التنحي كان هو ده فعلا. كان كل الناس بتفكر في حاجه واحده بس, ان الرئيس يتنحى ونتحرر, بعد كده يبدا يطلع حاجه. لو انا مثلا ماليش مثلا اصحاب ماتوا مثلا في موضوع بورسعيد او في الماتش اللي هو حصل ده, هل انا مثلا انزل؟ معرفش. قول لي انت تنزل ولا ما تنزلش؟ انا عن نفسي ما انزلش. ليه؟ يعني لسه الموضوع مش حاسسني قوي, او لسه لازم مش لامسني. لازم حد في العيله يعني هو لا اللي... مش قصدي كده. ما اكيد في ناس صحابي وفي ليه واحد صاحبي تعوض, بس هل هو الموضوع اللي هو لمسني ولا ما لمسنيش؟ هو لمسك بمعنى ايه؟ يعني لمسك بمعنى انه لازم يبقى حد صاحبك او قريبك؟ لا لمسني. بس ده مواطن زيك, ده انت كان ممكن أنا معاك. انت أنا معاك. او اي حد يبقى في رايح يتفرج على الماتش كوره دون ويرجع مقتول. تمام, حاجه لمست مصر كلها. تمام. طب وايه اللي حصل بعد ما الحكم طلع؟ كم واحد مات بعد ما الحكم طلع؟ هل هو ده الصح؟ لا انا بقولش ده صح او غلط, انا بس بسالك. هو دي النتيجه المعروفه او هو دي النتيجه المحكومه, وفي ناس بتنزل تعمل ده. طب انا اعمل ده ليه؟ حتى اول حاجه انا النتيجه عارفه ان هي ممكن توصل لكده, اعمله ولا ما اعملوش؟ معرفش تعملوه ولا ما تعملوش. والله انا يمكن ضد رايه في حاجه, ان الناس اللي هي الناس رايحه تتفرج على الماتش دي ذنبها ايه؟ تموت ليه؟ بس برضو انا معاه في حاجه, يعني الناس اللي اتحكمت مش هي دي الناس اللي هي اللي عملت الحاجه, مش هي دي الناس. يعني هو ساب القمر ومسك في اللي نفذ. طب والقمر ايه؟ هو القمر ده قمر ودفع فلوس وساب ناس تنفذ. انت بتاخد واحد مالوش اي ذنب غير ان هو سمع كلام واحد قال له نفذ وانا احميه, وما حماهوش. لا هو كده يبقى له يبقى برضه مذنب. نعم, بما انه نفذ. ماشي هو مذنب, ده ما يعنيش ان اللي خطط, بس يعني بما انه نفذ يبقى هو مذنب. انا بقولش ان اللي اتحكم عليهم دول مذنبين, انا ما اعرفش, انا ما اعرف, حدش عارف. اللي نفذ مذنب, بس برضه اللي اذنب اكتر منه اللي امره, وهم يعني حبسوا اللي نفذه ما حبسوش اللي امره. طب والناس اللي امره دي هتروح فين؟ ما الناس الناس مش مشكلتها مع الناس اللي نفذت بس, لا مشكلتها مع الناس اللي قمرت كمان. طيب انا كمان كنت بسالكوا انتوا اخر مظاهره نزلتوها كانت امتى؟ هو انا اخر مظاهره نزلتها يمكن انا ما حضرتش الثوره, كنت مسافر خالص. لا خالص انا كنت مسافر, انا يمكن سافرت يوم 29. طب عوضت بعدها نزلت اي حاجه؟ نزلت محمد محمود مجلس الوزراء. نزلت في محمد محمود وواحد صاحبي اتضربنا واصحابي اتضربوا وكل حاجه حصلت في محمد محمود,
بس نزلنا برضو بعديها فترة كمان، بس بعد كده زي ما تقولي برضو اتشغلنا بقى. كانت أيامية ثانوية عامة اتشغلنا فيها، وبعد كده جامعة وأنا بسافر وبشتغل وكده، فهي ظروفي ما كانتش مساعدة بس إن أنا أنزل مظاهرة. بس لما بيبقى في مظاهرة شايف إن هي مظاهرة كويسة أو ليها هدف معين أه بنزل. مش بالضبط. زي إيه مثلاً؟ يعني مثلاً المظاهرات اللي هي كانت قدام الاتحادية دي. زي المظاهرات ايه؟ المظاهرات اللي كانت قدام الاتحادية دي انا كنت معاها، وانا ما نزلتهاش اه عشان ما كنت عندي امتحانات وكده، بس كنت معاها وموافق عليها جدا. بس الغلط ان هم يضربوا، يعني ما ينفعش ان يعني الناس بتتظاهر في مكان انت رايح لهم ليه؟ لو انت مش عايز احتكاك انت رايح لهم ليه؟ ناس هل ينفع نشوف مظاهرة بكره بنفس المنطق ولا دي حاجة ودي حاجة؟ هل ينفع نشوف مظاهرة بكره بنفس المنطق ولا دي حاجة ودي حاجة؟ يعني بكره في مظاهرة قدام مكتب الإرشاد، هل ينفع نشوفها بنفس المنطقة؟ اللي انا شايف ان هم متظاهرين في الشارع لا متظاهرين في الشارع ما جوش ناحيه المبنى، الناس دي معاها حق عادي تتظاهر. الشارع ده ملكيه عامه، ملكي الناس كلها، انا ما اقدرش اجي واقف في الشارع واقول لك مثلا اقول لحضرتك مثلا ما تقفيش، ما ينفعش. بس تقدري لو عديتي رصيف بيتي او رصيف المراعي عنده رصيف، لو جيتي على الرصيف انا ممكن اعمل اي حاجه، لان انا كده يبقى انت بتتعدي على ممتلكاتي وانا اقدر اعمل اي حاجه. انت ايه رايك؟ بصي انا رايي هيحصل ان شاء الله من توقعات، يعني هيحصل بكره زي اللي حصل قبل كده لما الناس كانت واقفين عند مكتب الارشاد في المقر المقطم الرئيسي بتاع الاخوان وحصل اللي حصل من يومين. هم بكره رايحين برضو عند مكتب، انا متوقع كده يعني، لكن مش متوقع انها تبقى مظاهره سلميه ومن حق اي حاجه تظهر. متوقع انها تكون مظاهره سلميه عشان من يومين كان الامن المركزي واقف بيامن المقر بتاع الاخوان الرئيسي في المقطم. هو بيأمن مقر، يعني مقر إخوان غيره يعني ده مش منشآت الدولة عشان هو يأمنها أصلا. يسيبها يعني؟ لا مش موضوع يسيبها ولا ما يسيبهاش، يعني أنا اللي بتكلم فيه اللي هو أصلا يعني الأمن المركزي على ما أعتقد يعني اللي هو بيأمن منشآت الدولة. منشآت الدولة بس؟ مش عارف ماشي يعني برضه. لو الأمن المركزي مش موجود بكرة تفتكر الأمور تعدي برضو؟ يومه بتعدي عشان أمه بتعدي من يومين. تمام هنشوف، احنا في انتظار بكره نشوف ايه هيحصل. بس يا رب ان شاء الله ما يحصلش حاجه. يا رب. انا بشكركم شكرا جزيلا، وقلت لامهاتكم كل سنه وانتم طيبين. الله يخليك. قلت لها كل سنه وانتم طيبين. انا قلت لها وقلت لها هديه الحمد لله. تمام. مشاهدينا بعد الفاصل نتناول موضوع المظاهره، مظاهره رد الكرامه بتفاصيل اكثر ربما بعد هذا الفاصل، انتظرونا. Thank you.